الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى لسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومؤمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فمع اللقاء السادس عشر مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، تلك السلسلة الكريمة التي نقدمها لأبناء الصحوة خاصة وللمسلمين عامة، لنفرز من خلالها القدوة الصالحة الطيبة، ولنبين من خلالها المثل العليا في وقت قلت فيه القدوة، بل وقدم فيه الفارغون والتافهون ليكونوا القدوة والمثال، ولنصحح من خلالها أيضا بعض حقائق التاريخ التي شوهت وحرفت وبدلت، لا سيما بعد فترة التغريب الطويلة التي مسخت الهوية وأضعفت الانتماء. أحبتي في الله، إننا اليوم على موعد مع إمام كبير من الأئمة، وها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، ومن الناس من تفارقنا أجسادهم وأبدانهم، وتبقى سيرتهم حية متحركة فاعلة عاملة، تنشر على الدنيا ربيع علمهم وعبير فضلهم وحسن خلقهم. ومع أننا نعيش عصرا حال فيه ضباب المادة وغيوم المدنية السائفة عن رؤية صفاء السماء وما يشرق فيها من شموس وأقمار وما يلتمع فيها من نجوم وكواكب، أقول مع هذا كله إلا أن هناك من الأقمار والنجوم ما يبدد نوره ذلك الضباب، وما يخترق نوره تلك الغيوم، ليبقى هذا الكوكب وهذا النجم متألقا مشرقا، ينشر على الدنيا نوره وينشر على الأرض وعلى الناس ضياءه. ولم لا، وهؤلاء حقا أقمار ساطعة تستمد نورها دائما وأبدا من شمس النبوة، تلك الشمس الكريمة التي لا يغيب نورها ولا يخبو ضياؤها. أحبتي في الله، إننا اليوم على موعد مع إمام كبير من هذا الصراط، إننا اليوم على موعد مع إمام كبير من الأئمة، وها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين
وتجر خلفها الأعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل. ومن الناس من تفارقنا أجسادهم وأبدانهم وتبقى سيرتهم حية متحركة فاعلة عاملة تنشر على الدنيا ربيع علمهم وعبير فضلهم وحسن خلقهم. ومع أننا نعيش عصرا حال فيه ضباب المادة وغيوم المدنية السائفة عن رؤية صفاء السماء وما يشرق فيها من شموس وأقمار وما يلتمع فيه، إلا أن هناك من الأقمار والنجوم ما يبدد نوره ذلك الضباب وما يخترق نوره تلك الغيوم، ليبقى هذا الكوكب وهذا النجم متألقا مشرقا ينشر على الدنيا نوره وينشر على الأرض وعلى الناس ضياءه. ولم لا، وهؤلاء حقا أقمار ساطعة تستمد نورها دائما وأبدا من شمس النبوة، تلك الشمس الكريمة التي لا يغيب نورها ولا يخبو ضياؤها. أحبتي في الله، إننا اليوم على موعد مع إمام كبير من هذا الصراط، مع إمام أراني الآن وأنا أقدمه لحضراتكم في هذه الدقائق المعدودات معددا مناقبه وفضائله ومآثره. أراني الآن كمن يدل على إشراق الصباح بمصباح، وأما لنور السهى من شمس الضحى. ولم لا، وقد قال عنه تلميذه الوفي الزكي النجيب إمام أهل السنة الإمام أحمد، قال عن شيخه هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم، قال عنه أحمد: كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل ترى لهذين من عوض أو هل ترى لهما من خلق. إنه فقيه الملة وناصر السنة وسيد أهل زمانه، الذي حاز المراتب العالية وفاز في المناقب الثانية، وهو العالم بالقرآن وعلومه. انتبهوا، فهذه رؤوس أقلام لا يتسع الوقت لشرحها مفصلة، فهو ناصر السنة وفقيه الملة وسيد أهل زمانه، الذي حاز المرتبة العالية وفاز بالمناقب الثانية، فهو العالم بالقرآن وعلومه، العالم بالحديث وأصوله، العالم بالفقه وقواعده، العالم باللغة والأدب والشعر وفرائده، العالم بالأنساب وأيام الناس، بل العالم بالطب في زمانه، العابد الزاهد التقي النقي القرشي ثم المطلبي محمد ابن إدريس الشافعي. إننا اليوم على موعد مع الشافعي الإمام، ووالله إني لأحس بخجل شديد وأنا أريد اليوم أن أقدم لحضراتكم الشافعي في هذه الدقائق المعدودات المعلومات. فمن هو الشافعي؟ تعالوا بنا سريعا لنعيش مع حياة هذا العلم. ولد الشافعي سنة 150 من الهجرة بمدينة غزة على أصح الأقوال لأهل العلم. ولما بلغ الشافعي سنتين انتقلت به أمه الفقيهة العالمة الحكيمة بعد موت أبيه إلى مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما وإجلالا وتكريما. وفي ظلال الكعبة وبين ربوع بيت الله الحرام نشأ الشافعي الإمام، وفي سن مبكرة جدا أيها الأحبة، دفعت أم الشافعي إلى شيخ من شيوخ الحرم المكي ليحفظه القرآن الكريم. انتبه، فحفظ الشافعي القرآن كله في السابعة من عمره. ثم انتقل بعد ذلك إلى طلب العلم الشرعي بشغف شديد،
وحافظة عجيبة وذهن وقاد حاد على يد أول أستاذ له وهو شيخ الحرم المكي حين ذات الإمام العلم مسلم ابن خالد الزنجي رحمه الله تعالى. يقول الشافعي نفسه: ثم انتقلت بعد ذلك من مكة إلى قبيلة هذيل لأتعلم منها اللغة العربية، فلقد كانت قبيلة هذيل أفصح العرب بيانا ولغة وكلاما. يقول: فرجعت بعد ذلك إلى مكة لأرتب الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب، فلقيني رجل من الزبيريين من بني عمي فقال لي: يا أبا عبد الله، والله إنه ليعز علي ألا يكون مع هذه الفصاحة والبلاغة والذكاء فقه، والله إنه ليعز علي ألا يكون مع هذا فقه. يقول الشافعي: فقلت له: فمن من العلماء نقصده لطلب الفقه؟ يقول الشافعي: فقال لي هذا الرجل: تقصد سيد المسلمين مالك بن أنس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فوقعت هذه القولة في قلبي، انتبهوا يا طلبة العلم. يقول الشافعي: فذهبت إلى رجل من أهل مكة، علمت أنه يحوي عنده موطأ الإمام مالك. يقول: فذهبت إليه واستعرت منه الموطأ وعكفت عليه فحفظت الموطأ عن ظهر قلب في 9 ليال، حفظ القرآن في 7 سنين وحفظ موطأ الإمام مالك في 9 ليال، لا في 9 سنين. يقول: فلما انتهيت من حفظ الموطأ أخذت رسالة من والي مكة ومن شيخي وذهبت إلى الإمام مالك، وقفش الشافعي رحلة طويلة جميلة عذبة لا يتسع الوقت لسردها، أما بإيجاز شديد قال: وصلت إلى الإمام مالك، فلما كلمته وأعجب الإمام مالك بذكائه وفصاحته ولغته وبيانه وإعرابه، قال مالك لهذا: يا غلام ما اسمك؟ قال: محمد. فقال مالك: يا محمد، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، فإني أرى أنه سيكون لك شأن كبير إن شاء الله عز وجل. ثم قال مالك للشافعي: يا فتى، إذا كان الغد تجيء ويجيء من يقرأ لك الموطأ. فقال الشافعي: أنا قارئ، أنا أقرأ إن شاء الله تعالى. يقول: فلما كان الغد أخذت الموطأ في يدي وجلست بين يدي شيخي مالك وأخذت أقرأ عليه الموطأ من حفظي، وكلما نظرت إلى مالك وتهيبت مالكا أردت أن أقطع القراءة، وكان مالك قد أعجب ببلاغتي وقراءتي وحسن إعرابي، فكلما أردت أن أنهي القراءة في الموطأ نظر إلي مالك وقال: زد يا فتى، زد يا فتى، زد يا فتى، حتى أنهيت الموطأ كله في أيام يسيرة. ثم بعد ذلك: لا تظنوا أن الشافعي أخذ عن مالك الموطأ فقط، وإنما أخذ عنه كل ما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنني ذكرت آنفا في اللقاء الماضي ونحن نتحدث عن مالك أن الحديث الذي كان يحفظه مالك ليس هو الموطأ فحسب، فأخذ الشافعي الحديث عن الإمام مالك وأخذ عنه الفقه وفتاوى الصحابة وعمل أهل المدينة رضوان الله عليهم جميعا. ولبس الإمام الشافعي في المدينة المنورة ملازما لشيخه ملازمة الظل لصاحبه حتى توفى الله مالكا رضي الله عنه. ولم يكتف الشافعي بعلم مالك، وإنما رحل إلى شيوخ المدينة، وكانت المدينة حينئذ تزخر بالأئمة الأعلام والشيوخ الكبار، وأخذ العلم عنهم جميعا. ولما توفي الإمام مالك رحل الشافعي مرة أخرى إلى بلد الله الحرام، إلى مكة المكرمة، وما لبث الشافعي في مكة إلا قليلا. ثم رحل الشافعي مرة أخرى إلى بلاد اليمن لطلب العلم. رحل الشافعي مرة أخرى إلى بلاد اليمن، والله ما كانوا يركبون طيارات ولا سيارات مكيفة،
وإنما يركبون الدواب إما على الحمار أو على الحصان أو على البغلة أو البغأة أو على البغلة ويمشون تحت وهج هذه الشمس الحارقة ينخفضون في واد ويرتفعون على جبل. أما الآن وقد يسرت لنا بفضل الله جل وعلا جميع وسائل وأدوات طلب العلم، إلا أننا نرى تكاسلا رهيبا وفرقا شاسعا وبونا كبيرا بيننا وبين هؤلاء الكرام. رحل الشافعي إلى اليمن، وما لبث الشافعي إلا قليلا حتى انتشر ذكره وعلى قدره وظهر فضله على جميع الشيوخ والعلماء، وهو الذي ذهب طالبا للعلم حتى قال له شيخه مسلم ابن خالد الزنجي حينما عاد من المدينة إلى مكة، قال له اسك يا أبا عبد الله فإنك الآن أهل للفجية. وهو غلام حدث صغير فاق الشافعي أقرانه بل وشيوخه في اليمن، وكان لليمن وكان على اليمن وال يقال له حماد البربري من قبل خليفة المسلمين هارون الرشيد، وكان ظلوما غشوما جهولا كان يظلم الناس. ولم يصبر الشافعي على هذا فكثيرا ما كان ينجد بظلمه في مجالس علمه، فلما سمع هذا الوالي بذلك ارسل رسالة الى خليفة المسلمين الى الرشيد في بغداد يقول له ان عندنا رجلا من ولد شافع المطلبي لا امر لي معه ولا له. فأصدر الخليفة الرشيد أمرا لهذا الوالي أن يرسله إلى بغداد، وكبل هذا الوالي الشافعي في الحديد والخيوط بتهمة الخروج على الدولة، بدعة قديمة حديثة بتهمة الخروج على الدولة. وكبل الشافعي بالأغلال والخيوط وذهب وذهب به إلى خليفة المسلمين في بغداد التي كانت عاصمة الخلافة حينئذ. فلما دخل الشافعي على هارون قال الشافعي مهلا يا أمير المؤمنين، فأنت الراعي وأنا المرعي وأنت القادر على كل ما تريد مني. ثم قال يا أمير المؤمنين ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه والآخر يراني عبدا له، أيهما أحب إليه؟ قال هارون الذي يراك أخاه أحب إليه. فقال الشافعي فهو أنت يا أمير المؤمنين، فإنكم ولد بني العباس وإننا إخوتكم من بني عبد المطلب، وأنتم تروننا إخوة لكم وهم يروننا عبيدا لهم، فهل يعقل أن أترك من يقول إني ابن عمه وأن أذهب إلى من يقول إني عبد له؟ استوى هارون في مجلسه وعلم أنه أمام عالم فسد وأمام واعظ كبير، ونظر إليه هارون وسعد سعادة غامرة وقال له عظني. فوعظه الشافعي حتى أبكاه واخضلت لحية هارون بالبكاء السبيح، وأمر له هارون بعطاء كبير جدا. يقول الشافعي والله ما ملكت يومها ألف من قبله، والله ما ملكت من قبلها ألف دينار. ملكه هارون عطاء كبيرا، وعاش الشافعي في بغداد معززا مكرما يعلم الناس ويبقي الناس وينشر العلم بينهم، ولم ينفذ فيها الا قليلا حتى عاد مرة اخرى الى مكة زادها الله تشريفا وتكريما. وكان الشافعي قد وصل الى مرحلة فريدة من العلم، فجلس الشافعي في مكة يؤصل الاصول ويقاعد القواعد، واتخذ له حلقة في مسجد الله الحرام جمعت اليه الناس ولفتت اليه الانظار، واستحمت حلقة الشافعي استحاما عجيبا حتى ان الامام احمد امام اهل السنة جاء حاجا من بغداد من بلاد العراق الى مكة المكرمة شرفها الله، فترك الامام احمد حلقة شيخ الشافعي سفيان بن عيينة، وعكف الامام احمد في حلقة الشافعي. بل ولم يكتف الامام بهذا، وانما ذهب الى اخيه وصاحب رحلته الى اسحاق بن راهويه وقال احمد تعالى يا اسحاق أريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. يقول إسحاق فأراني أحمد الشافعي، فأراني أحمد الشافعي
وأعجب الإمام أحمد بذكاء وعلم الشافعي إعجابا رهيبا، لأنه يسمع أصولا وقواعدا لأول مرة يسمعها الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، فإن أول من أصل الأصول وقعد القواعد هو الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. حتى قال أحمد قولته الخالدة الجميلة: لولا الشافعي ما تعلمنا فقه الحديث، لولا الشافعي ما تعلمنا فقه الحديث. وقال أحمد: كان الفقه مغلقا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. وقال أحمد: ما من أحد مس محبرة ولا قلما بعد الشافعي إلا وله في عنقه منة. وقال أحمد: والله ما أعلم أحدا أعظم منة وبركة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي. ولما ذهب الشافعي لزيارة الإمام أحمد وهو مريض في فراش المرض، بعدما رحل الشافعي إلى العراق رحلته الثانية، أعظم منة وبركة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي. ولما ذهب الشافعي لزيارة الإمام أحمد وهو مريض في فراش المرض، بعدما رحل الشافعي إلى العراق رحلته الثانية، مرض أحمد وكان الشافعي يحبه كما كان أحمد يحب أستاذه الشافعي. فلما ذهب الشافعي لزيارة أستاذه، يقول صالح ابن الإمام أحمد: وكان أبي عليلا نائما في فراشه، فلما دخل عليه الشافعي وجدت أبي قد وثب من فراشه وقام إلى الشافعي وقبله بين عينيه وأجلسه في مكانه، وجلس أبي بين قدميه وجعل أبي يسائله ساعة. فلما قام الشافعي ليركب دابته، قام أبي وأخذ بخطام الدابة يقودها للشافعي. فلما علم يحيى بن معين جاء إلى الإمام أحمد وقال: يا أبا عبد الله، اضطرك الأمر إلى أن تجر خطام بغلة الشافعي، إلى أن تمشي إلى جوار بغلة الشافعي؟ فقال أحمد: نعم يا أبا زكريا، ولو مشيت أنت من الجانب الآخر لانتفعت كثيرا، والله من أراد الفقه فليلزم الشافعي، ولو مشيت أنت في الجانب الآخر لانتفعت كثيرا. ثم قال: من أراد الفقه فليلزم الشافعي. حتى جلس الإمام أحمد يوما في مجلس علمه فقال لطلبته: ما ترونه هذا أو عامته أي من علم، فإنما هو من الشافعي. ثم قال: والله ما بت منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي. حتى قال له ولده عبد الله يوما: يا أبتي، من هذا الشافعي الذي أراك تكثر الدعاء له؟ فقال الإمام أحمد: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو لهما من عوض. هذا قول الإمام أحمد، وهو من هو في أستاذه الشافعي. وقال فيه أيضا إمام الجرح والتعديل يحيى ابن سعيد القطان، قال: ما والله ما رأيت أعقل ولا أفقه من الشافعي. وقال الإمام العلم يحيى، وقال الإمام العلم أبو القاسم عبيد الله بن سلام: والله ما رأيت أفقه ولا أفهم من الشافعي. ولو استطردت مع أقوال الأئمة من أئمة الجرح والتعديل لطال بنا المقام، وكفانا أن نستمع إلى قول أحمد في الشافعي رضي الله عنهما بل وعنهم جميعا. وهكذا أيها الأحبة، اشتهر ذكر الشافعي وعلى فضله وسما قدره وحكم له شيوخه وعلماؤه وأساتذته بالفضل، حتى كان الشافعي يجلس في حلقة شيخه سفيان ابن عيينة، فإذا ما جدت مسألة لسفيان نظر سفيان إلى الشافعي وسأله عنها، فأجاب الشافعي، فسعد سفيان بإجابة الشافعي وقال قولته التي تكررت كثيرا: جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله، والله لا يأتينا منك إلا ما هو خير، والله لا يأتينا منك إلا ما هو خير.
هذه شهادة من أستاذه الذي جلس الشافعي في حلقته ليجيب بدل أستاذه في يوم من الأيام. وهكذا أيها الأحبة، وبعد فترة قليلة رحل الشافعي في سنة 200، هذا بإيجاز شديد. رحل الشافعي بعد ذلك إلى مصر، وهذه الفترة تعتبر من أهم الفترات العلمية والفقهية في حياة الإمام الشافعي، حيث أعاد النظر في بعض كتبه كالرسالة وكتاب الحجة. وألف الشافعي في مصر كتابه الشهير المعروف بكتاب الأم، وهو عبارة عن كتاب ضخم يحوي كتبا كثيرة ألفها الإمام الشافعي في مصر. ولذا إذا قرأتم في كتاب من الكتب قاله الشافعي في القديم، فاعلموا أن هذا ما قاله الشافعي في بلاد العراق، وإذا قرأتم قاله الشافعي في الجديد فاعلموا أن هذا ما قاله الشافعي في مصر. وهذا دأب العالم المخلص المتجرد الذي يدور مع الدليل الصحيح ومع الحق حيث ضاع، ولا عيب على ذلك في ذلك على الإطلاق على الإمام الشافعي. فقد يدلل بدليل ثم بعد ذلك يتضح له أن هذا الدليل دليل ضعيف فيعرض عنه ويأتي بدليل صحيح آخر. وهذا دأب العلماء المخلصين المتجردين لله جل وعلا الذين يدورون مع الدليل الصحيح حيث دار، ويدورون مع الحق دائما وأبدا حيث دار. وانتشر ذكر الشافعي في مصر، وأتوه الناس من كل مكان بل ومن كل بلد آخر غير مصر، وازدحمت حلقة الشافعي في مصر ازدحاما لا عهد لأهل مصر به من قبل. كان المكان يضيق بطلبة علم الشافعي، وكان يجلس بين يديه الشيوخ الكبار فضلا عن طلبة العلم، لأن الله تعالى قد آتاه حجة قوية وعتوبة لسان وفصاحة بيان ومنطقا وبلاغة. ومن أجمل ما قرأت في هذا أن تلميذ الشافعي الإمام المزني ذهب إليه يوما يقول المزني: خطر بخاطري مسألة تتعلق بذات الله. انتبهوا إلى حجة الشافعي أيها الأحبة. يقول تلميذه المزني: خطرت بخاطري مسألة يوما تتعلق بذات الله، فقلت: لا يخرج ما في ضميري إلا الشافعي. فذهبت إليه في مجلسه وسألته عنها، فغضب الشافعي ونظر إلي وقال: أبلغك أن الله تبارك وتعالى قد أمر بالسؤال عن هذا؟ قال: لا. قال: أبلغك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرك بالسؤال عن هذا؟ قال: لا. قال: أبلغك أن الصحابة رضوان الله عليهم قد تكلموا في هذا؟ قال: لا. قال: فكم نجما في السماء؟ قال: لا أعلم. قال: فكوكب منها أتعلم جنسه وأصوله وطلوعه ومن أي ومن خلق؟ قال: لا. وقال الشافعي: فشيء تراه بعينك من خلق الله عز وجل لا تعلمه تتكلف أن تعلم خالقه جل جلاله؟ شيء تراه بعينك من خلق الله عز وجل لا تعلمه ولا تعرف عنه شيئا تتكلف أن تعلم علم خالقه جل وعلا؟ ثم قال الشافعي: يا هذا، إذا هزف في خاطرك شيء من هذا فارجع إلى الله تبارك وتعالى، وارجع إلى قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم قال له الشافعي: فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. فاستدل بالمخلوق على الخالق. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث
وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مستانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء. تسمع التوحيد لله سارية، ولو جن هذا الليل وامتد فرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. أإله مع الله؟ لا رب غيره ولا معبود سواه. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض ادعاء من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اختبار، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر غفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولاد، ما الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه، فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا، وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تخاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك. أإله مع الله؟ فاستدل بالمخلوق على الخالق، ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أإله مع الله؟ لا رب غيره ولا معبود سواه. الله ربي لا أعبد سواه. هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيبصرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أإله مع الله؟ لا رب غيره ولا معبود سواه. وفي السنة الرابعة بعد المئتين أحبتي في الله، وفي الرابعة والخمسين من عمره نام الشافعي على فراش الموت بعدما اشتد به المرض، ودخل عليه تلميذه المزني هذا ليقول له كيف أصبحت؟ فقال الشافعي أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، ووالله لا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها، ووالله لا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. وبكى الشافعي رضي الله عنه ونظر إلى السماء وناجى ربه جل وعلا وقال ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعظيم عفوك ربي كان عفوك أعظما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعظيم عفوك ربي كان عفوك أعظما. ما زلت ذا عفو، ما زلت ذا عفو تجود تكرما، ما زلت ذا عفو تجود وتعفو منة وتكرما. ولقي الشافعي ربه جل وعلا
بعد هذه المناجات الرقيقة التائبة الآيبة إلى الله عز وجل. فرحم الله الشافعي رحمة واسعة وجزاه الله عنا وعن المسلمين والإسلام خير ما جزى صالحا أو مصلحا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة، ها هي قفزات سريعة في سيرة هذا الإمام العلم، لأنه لا يتسع الوقت أبدا لسرد حياة هذا الإمام وللوقوف مع عبادته ومع تقواه ومع ورعه ومع زهده ومع فنونه في علوم القرآن، ومع أصوله التي وضعها لعلم الفقه، ومع أصوله التي وضعها لعلم الحديث. لا يتسع أبدا المجال لهذا، ولكن أقول الشافعي بشر يخطئ ويصيب، فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أبى الله جل وعلا أن يلبس ثوب العصمة إلا لحبيبه المصطفى. فإلى كل متعصب لمذهب الإمام وإلى كل متعصب للإمام نفسه أقول له: اعلم بأنك قد خالفت إمامك وخرجت على قواعد مذهب إمامك يوم أن تعصبت له وتعصبت للمذهب مع مخالفة للدليل من القرآن والسنة الصحيحة. فإن من أروع ما سطره الإمام الشافعي قولته الخالدة أو أقواله الخالدة التي يقول فيها: ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يعلمها. ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل ووضع فيه خلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولي، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قولي، وإني راجع عن قولي في حياتي وبعد مماتي. ما قاله الرسول مخالفا لقولي فهو قولي، وإني راجع عن قولي الأول في حياتي وبعد مماتي. وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرف الحائط. وقال الشافعي: لقد ألفت هذه الكتب ولم أخصر فيها، أي اجتهدت فيها على قدر استطاعتي ولم أخصر فيها، إلا أنه وجب أن يكون فيها من الخطأ، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا. فما وجدتم في كتبي من قول يخالف قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أني راجع عن قولي في حياتي وبعد مماتي. ذلكم هو الشافعي الإمام الذي يتبرأ من كل تعصب بغيض أعمى لقوله، مع أنه قد يكون خالف هذا القول الدليل الصحيح من القرآن والسنة الصحيحة. فيا أيها الأحبة، يا أبناء الصحوة خاصة، ويا أيها المسلمون عامة، عود حنيف إلى العود الكريم الحنيف إلى النبعين الصافيين الكريمين إلى القرآن والسنة الصحيحة. فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وكل أحد من الأئمة والعلماء والشيوخ يؤخذ من قوله ويرد عليه. لا تنقادوا لأحد انقيادا أعمى، ولا تسلموا لكل أحد تسليما كاملا، فكل بشر على ظهر الأرض يصيب ويخطئ. وقد أبى الله إلا أن يلبس ثوب العصمة إلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فعود إلى النبعين الصافيين الكريمين اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، كما ورد الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ
ورواه الإمام الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وأبي هريرة، وصحح الحديث شيخنا الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحسن الحديث شيخنا الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. وفي لفظ أبي هريرة في مستدرك الحاكم: وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. فيا أيها الأحبة، عودة إلى القرآن والسنة الصحيحة والأقوال التي توافق السنة الصحيحة لأهل العلم والفضل. أما أن نتعصب لأحد بعينه ولإمام بشخصه وأن نأخذ كلامه على أنه تشريع لا يقبل المناقشة ولا يقبل المداولة ولا يقبل العرض على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، فهذا انقياد بغيض أعمى وتعصب مقيت ذميم رده كل إمام من الأئمة المعتبرين. وقد سمعتم قولة الشافعي وقبلها قولة مالك وقبلها قولة أبي حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الأمة إليه ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليه، اللهم خذ بنواصينا إليه، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم أصلح حكامنا ووفق علماءنا واستر فتياتنا واستر نساءنا وشبابنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم من كان منا على طاعة فزده طاعة على طاعته وتوفيقا وتثبيتا برحمتك يا رب العالمين، ومن كان منا على معصية فخذ بقلبه إليك ورده إليك ردا جليلا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أحبتي في الله، أكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما أمرنا الله جل وعلا في محكم كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.